فضيلة الشيخ عطية صقر، البعض أرسل إلينا يسأل: ننشر ملابسنا بعد غسلها فوق سطح المنزل فتصاب ببعض من زرق الطيور، ولا نعرف هل هي طيور جارحة أو مما يؤكل لحمه، وكذلك أحبال نشر الغسيل، هل أصاب الحبل في هذه الحالة والملابس نجاسة؟ الأفضل إن لم تكن هناك مشقة أن تغسل هذه النجاسة، وإذا لم توجد فرصة لغسل هذه الحبال فإن بعض العلماء وهم المالكية قالوا إن فضلات مأكول اللحم طاهرة فلا حاجة إلى غسل ما يصاب بها، ولو تنجس الحبل بغير زرق الطيور المأكولة فإن جفافها بالشمس أو الريح يطهرها في بعض الأقوال ولا حاجة لصب الماء عليها.